Okay, Blin Bdahad Ishima Ma Zainabu Marwan, Juj Nes Magarbin, Chassis Dialum Kore de Kadam, Wahid Riyada Mohima Bzef Fi Maghreb. Oh, Zev, 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 Zev. Zev, Zev. غير كان سمع على كورة ملي جيت المغرب هاد بطول مهم هنا فرحانين بزاف باش نهضروا معكم وبدينا هاد سيريز ديال ديجيتال اكسبيرت باش نعرفوا على الناس كي خدموا في داكشي ديال ويب ديفلوبمنت و اقتصاد ديجيتال في المغرب ولكن كنعرفوا ملي كندخلوا في داكشي ديال ديجيتال تكنولوجيا خاصنا نعرفوا على كيفاش كنديروا يعني خدمات ديالنا مزيان على حسب ماركتينغ على حسب انتربرينورشيب و واخا انتوما في كرة القدم ولكن داكشي على ثقة في النفس وداكشي ديال انتربرينورشيب غيكون مهمين بزاف في كرة القدم وكان ذن هاد التلاميذ غادي يشوفوا حد موازين بيناتهم سو بغينا نعرف شوية على التجربة ديالكم ومن بعد غادي ندير شي أسئلة من التلاميذ باش ندخلو في مناقشة. أوكي مرحبا. وكما تعرف الجميع كانت البداية ديالي مع فريق الحي البلاصة فين كبرت في مدينة سالا في تبريز. فبديت مع فريق الحي في سن مبكرة من بعد انتقلت لفريق شباب تبريز اللي كانت اللي تعلمت منه الشيء الكثير وكنشكرهم على التعامل الكبير اللي تعاملوا معايا. فلعبت معهم عدة مواسم في البطولة والوقت اللي قررت أنني ألعب الكرة بشكل احترافي فتوجهت لمدينة الدار البيضاء وجريت الاختبار في ملعب الرجاء بالوازيس وأنا ذاك كان كيشرف على الاختبارات المدرب الكبير اللي كان تحية كبيرة لفتحي جمال وحسن هيرس الله يرحمه. فدخلت وديت الاختبار وتوفقت وطلبوا مني أنني نجيب الوثائق ديالي من فريق شباب تبريكس وبالفعل داكشي اللي كان اتفاق بين فريق الرجاء وشباب تبريكس انتقال ديالي بصفة رسمية لفريق الرجاء الرياض. مزيان مزيان شكرا. وزينب انا شوية عندي واحد لو باركور شوية ديفيرون على مروان دونك انا كي فيك انا بنت في الوقت ديالي دونك انا كبرت في الرباط ما كانوش بزاف ديال لي كلوب ديال البنات كانت ديك ساعات شباب توارقة شوية يلاه بداو مي ما كانت كرة القدم شوية صعيبة للبنات دونك انا فاش قررت نمشي لفرنسا فاش كان عندي 13 عام ونص مشيت لفرنسا وبديت في لي سونتر دو فورماسيون تمايا في البي اس جي وبانيو ولعبت في لا دوزيام ديفيزيون في فرنسا قبل ما نمشي من بعد لكندا دونك مشيت ان فيت فريمون الهدف ديالي كان لعب كرة القدم وما كانش عندي إطار في المغرب باش لعب كرة القدم وكل شيء تيقول لي وانت يا بنت ما كاينش كرة القدم علاش كرة القدم وهادشي غيدوز دونك ان فيت هادشي اللي فريمون قررت باش نمشي لان كنت باغي نحقق هذا الحلم ديالي هو لعب كرة القدم وهي باش بديت لا كارير ديالي دونك ابري لعبت في الكندا وفي امريكا ومن بعد في اسبانيا المشاهدين شويه تيعرفوا اكثر هاد لي كلوب في اسبانيا مع بوسويلو واتليتيكو مدريد ومن بعد قررت نرجع لامريكا ولعبت تمايا حتى السنوات الاخيره وكنت تنشتغل وتنلعب دونك لعبت في امريكا تقريبا 4 سنين ومن بعد 4 سنين 3 سنين الاخيره لعبت في ابو ظبي دورتيل أليس مزيان لعبتي مع ليكيب ناسيونال لا؟ لعبت مع ليكيب ناسيونال فاش كنت في اليونيفرسيتي في تقريبا كان 2010-2011 ومن بعد شوية كانت صعيب نبقى غادية جاية على لي كومبيتيسيون دونك مزيان الله يسخر نتمنى لك التوفيق
آمين آمين، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مزيان. دابا فهمنا شوية على تجربة ديالكم في كرة القدم، ولكن بغيت نعرف كيفاش طلعتي في هاد التخصص ديالك. يعني بينا انتوما ديرتو بزاف ديال التدريب و كول انهار كتلعبو كورة باش تكبرو سكيلز ديالكم في الرياضة، ولكن باش تكبرو في هاد المستوى في الرياضة خاصك هاد التخصص ديال ديال قضية و يعني leadership و هكاك. و وكيلا أول حاجة بغينا نعرف واش كان شي واحد في حياتك هل شي مشرف أو منتور يعني كتقال عليهم مزيان؟ وبالفعل أنايا كان خويا كان كيلعب الكرة، وكنت ديما كنمشي معاه، يعني فيما كان تيمشي كنت كنمشي معاه، وكنت كنتمرن معاهم، فساعدني بشكل كبير. كان هو كيلعب الكره، حتى هو لعب في شباب تبريك، لعب في فريق الفتح، ويعني الوقت اللي كانت عندي انا 14 عام، فنصحني قال لي الا بغيتي تلعب الكره خصك تلعب في الرجاء ولا الوداد، فيعني احد القطبين ديال المغرب، لان قاطره الكره المغربيه نوادي كبار عرفوا توجوا بعدة ألقاب. فالوقت اللي قررت لعب الكرة فتوجهت مدينة الدار البيضاء، والحمد لله داك الشيء اللي كان. فأخويا كان ساعدني بشكل كبير اللي تنشكره، وكنتمنى عليه التوفيق، إلى جانب التضحيات اللي قمنا بها، ألا وهي الاحترافية الكبيرة في سن مبكرة، يعني منذ 14 عام وحنايا في مركز التكوين، وكانت تنتمرنوا بشكل احترافي. فأكيد أننا ما كانش الطريق مفروش بالورود، فكانت عدة عراقيل، لكن الحمد لله يعني بالعمل الكبير والاجتهاد والعزيمة القوية اللي كانت عندنا، فالحمد لله تمكننا أننا نلعبوا ولعبوا في الاحتراف، ولعبت يعني المنتخب الوطني تقريبا جميع المنتخبات الوطنية، واحترفت فرق كبيرة، وتنشكر الجميع اللي ساهم في هذا الاحتراف وفي التتويج بعدة الألقاب، فتنشكر الجميع وكنتمنى لهم التوفيق. مزيان مزيان. زينب، انا تنقول بان اللي تيجعلك تمرر وتكون تكون عندك الهدف ديالك هو الهزيمه، لان احنا سورتو انا تجربتي كبنت كان شويه صعيبه، لان كلشي تيقول لك علاش ما تلعبش التنس، ولا علاش ما تلعبش شي رياضه اخرى اللي عندها احتراف شويه اكثر عند البنات. فالعزيمه خاصها تكون عندك قويه، واللي مهم هي تكون عندك عزيمه وتخدم في باش تحقق الهدف ديالك، لان هادشي كلشي بحال اللي قلتي خاص بزاف ديال التمرين، خاص بزاف ديال الحوايج اللي باش تساعد وتكون عندك لو نيفو باش تكون تكون يمكن لك توصل لهاد النيفو. واللي ساعدني انا جو بونس العائله ديالي، الوالده ديا خويا كانت تديني انا بحال مروان للستاد، كنت نتخبع تنصبغ وجهي والحمر والخضر ونمشي ونشجعوا المنتخب. دونك بزاف ديال لي سوفينير بحال هكا، تمشي للستاد وفي الاول تتكون الام ديالك ما تبغيش تقول لك لا وخاص كذا تحضري راسك تما كتينوض الصعوبه، ولكن تتشوف بين الاجواء وفاش تتكون عندك واحد الموهبه تتكون قويه. ماشي دونك ان فيت انا اللي ساعدني بزاف هو والديا، ما عمرهم ما قالوا لي زعما لا الكره ماشي ديال البنات ولا هذا، هو المجتمع ديالنا اللي كان شويه في هذا عنده هاد العقليه شويه. والمهم هو يكون عندك موهبه، وهي موهبه كجميع المواهب، وتخدم تحقق الهدف ديالك وصافي، خاصك تبقى فوكس على الهدف ديالك. صح يعني كنسمع عائلتكم بجوجكم كانوا كي عاونكم بزاف، يعني كان انتم واحد احساس مزيانين على هادشي كديرو.
الحمد لله كانوا تيعاونوا. انا كان عندي واحد نقول واحد الكونطرا مع الوالديه، دونك ما تقيس القرايه، ما يهضروش معاك الا بديتي تقيس القرايه صافي. دونك هذا هو اللي كان عندهم، هو المهم هي تكون ملتزم في الدراسه ديالك وصافي. مزيان مزيان، يعني ضروري خاصك شي واحد في حياتك كي يظنوا فيك حاكيك. خاصك تلقى شي واحد في حياتك، ولا لما كانش كاين بزاف المرات لما كاين شي وحدين اللي تيحقوا الموهبه ديالهم تينجحوا، ما تيكونش هذاك نيسيسيرمون في الحياه ديالهم، ولكن تيكون عندهم بحال هكا امونتور ما تيتلاقاوه ولا تيقلبوا عليه من راسهم. بحال دابا تكون في مباراه تتلاقى بزاف ديال الناس اللي تيعاونوك وتعلموك شويه ديال شي حاجات جديده، وتتبقى هكا باش تتعلم، ماشي تجي ونيشان زعما تتوصل لواحد لو نيفو. كاين بزاف ديال الناس من المدرب، كاين شي مدرب اللي تيكون عنده واحد النسبه عندك في عزيز عليك، لان كاين شي حوايج اللي علمك، وكاين شي حوايج اللي تاق فيك اللي وحدين بوتيتغ ان بو موان. وكاين بزاف ديال الحوايج، وكاين بزاف ديال الناس اللي في الباركور ديالك تيكونوا عندهم واحد الاضافه للنتيجه الاخيره. صح صح، يعني كاين يمكن الا ممكن ما غيش تلقى هادشي في عائلتك، كاين الناس كاين مشهو وما كي يكون عندهم شوية صعب بينات عائلتهم، ولكن كي يلقاو شي واحد في تخصص ديالهم ولا من أصدقاء ديالهم ولا شي منتور أخر يقدروا يحضر معهم، و يعني هاد الشخص ليكون مهم بزاف باش كي يتبعوا أحداث ديالهم و تراك ديالهم. وبالفعل يعني دائما النجاح دائما تيكون مرتبط سواء بالعائله او باحد المدربين او باحد الاصدقاء، فدائما التوجيه مهم، وهذا التوجيه تيكون دائما من احد الاشخاص، فتيكون اصرار من اللاعب على الوصول للمبتغى على الهدف اللي تيكون راسم باش يوصل له. واكيد ان هذه المساعده كتكون دائما سواء من جانب النادي او من جانب العائله، فالمهم في هذا الامر هو ان اللاعب تيكون مركز، والوقت اللي كيلقى الناس اللي يساعدوه ولا فاكيد انه كيحقق النتائج، وكتكون النتائج مرضيه للجميع. مزيان حتى دابا هما غادي يتلاقاو مع منتور ديالهم، كنجيبوا واحد الشخص كيخدموا في رباط ولا فاس في تخصص ديالهم، وغادي يتلاقاو معهم باش يسولو على أحداث وعلى تراك وعلى هاد مجتمع ديال ديجيتال اكسبرتس في هاد منطقة فين كيسكنو. إلا يعني دابا غادي يبداو هاد اجتماع مع منتورز ديالهم، واش عندكم شي نصائح خاصهم يسولو على منتورز ديالهم في اللو، يعني شي حاجة مهمة خاصهم يسولو باش يبداو تراك ديالهم؟ وبالفعل يعني دائما خصهم ما يخصهم دائما يسولو على الاشياء اللي غادي تساعدهم، فاكيد انهم لان الوقت اللي كيكون واحد التواصل بين التلاميذ وبين الاساتذه، فاكيد انك تكون النتائج بواحد السرعه اللي هي كبيره، فدائما لازم اي حاجه الواحد بغى يعرفها لازم يسول، لازم يبحث دائما من جانب الاساتذه او من جانب العائله او الاشخاص اللي عندهم تجربه في هذا الميدان، فاكيد الوقت اللي كيتواصل معهم بشكل دائم فاكيد ان النتائج كتكون بواحد السرعه، وكيتمكن انه ينجح في واحد الوقت اللي هو وجيز. اللي بغيت نضيف فيه هي لافونتاج اللي يكون عندك المنتور هي تستفد من التجربه ديالو. اذا المهم شويه اللي مهم حتى هو يا قبل ما تجتمعوا مع هاد لي مونتور ديالكم تعلموا وتبحثوا على شنو حقو هاد لي مونتور، كيفاش نجحوا في الدومين ديالكم، وشنو هما الاشياء لي كونتاكت اللي عندهم، الاشياء اللي هما تعلموا، وكيفاش هما دخلوا لهاد الميدان.
هي مهم تعلم باش تعلم منه، هي تستفد من لو باركور ديالو باش يساعدك انت في تحقق ويبان لك فين هاد الشخص يمكن لك تستفد منه. اذا مهم دير واحد الخدمه شويه قبل ما تجتمعوا معاه، ومن بعد في لا كونتينيتي غتبدا تبان لكم الاشياء اللي فين يمكن لكم تستافدوا، شنو يمكن لكم تحققوا، شنو يمكن لكم تحسنوا. بزاف ديال الحوايج تجي من بعد مع العلاقه اللي تتطور مع هاد الشخص. ومن بعد هو من راسه غيبدا يعطيكم نصائح، لان غيبدا يعرفكم شويه اكثر وغيبدا يشوف شنو تتحققوا في الشغل ديالكم. يعني خاصهم يوجدوا، خاصهم يركزوا مزيان على داكشي اللي بغاو قبل ما يتوصلوا مع منتور. ومني شفت عندكم هادوك لي 3 موديول ديالكم ديال لونتربرونيا، كاين اللي يمكن ديجا عنده ليده ديال البروجي ديالو، وهذيك الفكره ديال البروجي ديالو يمكن ديجا بدا يبان ليه شي عقود، دونك يمكن يبدا يضيع شي اسئله على هذوك العقود اللي تيلقى، كيفاش هاد المنتور يمكن له يساعدو في هذوك العقود اللي ديجا بدا يفكر فيهم، ولا شي حاجه على البروجي ديالو باش يبدا يتطور ايتاب باغ ايتاب، باش على هو غادي حتى هاد البروجي ديالو غادي هو تيطلع معاه. مزيان. وصلت في واحد مناقشة مع واحد تلاميذ على حسب كيحسوا مسابقة بينات شي تلاميذ آخرين كيكون في تكوين، وفي أصل ديال كرة القدم هذه مسابقة بينات ناس كيكونوا في فرقة ديالك وأليك، داكشي بغيت نسولكم كيفاش كتركز مزيان في يعني كيفاش كتركز مزيان باش تكبر سكيلز ديالك مورا كتحس شي مسابقة بينات هاد الناس أخرين كيكون في فرقة ديالكم. يعني if I can say it in English I think it will make more sense. How do you focus on your skills instead of comparing yourself to your teammates? إيه بالفعل، يعني الواحد الوقت اللي كيكون محضر ذهنيا وبدنيا فأكيد أنه تيكون مركز بواحد الشكل اللي 100%. فالوقت اللي كتكون مركز كتكون واحد المنافسة شريفة بينك وبين اللاعبين اللي معك، فالحمد لله يعني كيكون واحد تركيز كبير اللي كيخليك أنك تقوم بالواجب كما ينبغي. فالحمد لله يعني حتى من جانب ديك الوقت اللي كنكونوا كنتمرنوا كنكونوا مستعدين وكنكونوا مركزين، بس الوقت اللي كتكون عندنا المباراه كنكونوا محضرين لها بشكل جيد، يعني طيله الاسبوع حنا كنحضروا المباراه تيكون واحد التركيز، يعني وخصوصا في اليوم المباراه اللي تيكون واحد التركيز كبير من جانب اللاعبين، واللي تيكون مركز اكثر دينيا فهو اللي كيتمكن انه باش يقدم واحد المباراه اللي كبيره ويساعد الفريق ديالو على الفوز في هذه المباراه. المهم في هذا الشيء كامل هو ان الواحد يكون مركز لا بدنيا ولا دينيا، وانه يكون دائما ايجابي، فدائما يكون انه متفائل على انه غادي يقدم واحد المباراه كبيره، والحمد لله يعني ويعني داك التركيز كينعكس عليه في المباراة وكيخليه أنه يقدم مباراة كبيرة. أنا تنفهم مع مروان هادشي اللي قال، هو اللي زعما غيما خاصك تكون مركز، هي فاش تكون عندك واحد لا كومبيتيسيون ماشي لابد تكون نيسيرمون إيجابية إلا كانت في واحد الإطار واحد كاينة واحد القيمة، ما لا كومبيتيسيون تتكون غير خاصها تكون في واحد الاطار اللي هو ايجابي ماشي تتكون سلبي، وكل واحد هو مع راسو خاصو يعرف شنو هما السلبيات والايجابيات ديالو، وكيفاش شنو هما كيفاش تيبقى يمارس باش هذاك الايجابيات ديالو تيبقى مطورها، والسلبيات كيفاش تيخدم عليها. اذا هذيك لا كومبيتيسيون هي كاينه حتى من راسك باش تطور نفسك، وخاصك تبقى مركز مع راسك باش تطور وتطور الفريق ديالك وتطور، ما كل واحد عنده كاين هذوك التمارين اللي تنديروا كفريق باش تنطوروا الفريق ديالنا باش تنكونوا واجدين يوم المباراه، وكاين بزاف ديال
بعد مرض لا بريباراسيون اللي كل لاعب تتكون عنده على نفسه على حسب شنو هو خاصو يطور في اللعب ديالو ولا في البدن ديالو وباش يبقى ممارس وتبقى تبقى يعطي لو ماكسيموم. ولكن هذه ماشي شي حاجة غير كتلقى، يعني ماشي شي حاجة كتعرف منلو، شي حاجة كتولف ليها، شي حاجة ما تتلقاش ما تتلقاش من الأول. ولكن بحال دابا شي واحد بحال دابا لا جلس مع راسو وخدا واحد الورقة واحد ستيلو تعرف شي شوية في لو دومين ديالو ولا في الموهبة ديالو شنو الحاجات اللي تتجيه شوية سهلين، شنو الحاجات اللي تيلقى ليها شوية صعوبة، شنو الحاجات اللي شوية تيزعجو، حاجات اللي تتجيه دوك بعدها من راسك يمكن لك تعرف واحد شوية كيفاش شنو هي لي زافونتاج ديالك انت كإنسان كلاعب في لو دومين ديالك، ومن هذاك تتعرف شي شوية تطور. ومعلوم هي فاش نقولوا بينا المدرب والمونتور وبزاف ديال الناس حتى هما مهمين في هذا الإطار، هي واحد اللي تيشوفك حتى هو من الخارج حتى هو تيشوف شي حوايج اللي انت يمكن ما تستافدش وما تتعرفهاش على راسك. دونك ومروان جو بونس انتوما تخدموا افيك دي فيديو بزاف ديال الحوايج باش اللاعب كاين شي حوايج اللي ما تيعرفهاش حتى تيشوف راسو دارها بزاف ديال الحاجات هكا باش تتعلم على راسك. كاين شي حوايج انت تعرف كاين شي واحد اخر على بواحد النظره خارجيه تيعرفك عليها. يعني واكلة تفرشتو شي قلتي تفرشتو شي فيديوهات ولا شي واش قريتو شي كتاب ولا تفرشتو شي فيديوهات بالضبط؟ يعني كتفكروا تلاميذ خاصهم يتفرجوا فيهم باش يفهموا هاد استراتيجي كيفاش كتلقى نفسك؟ وبالفعل يعني دائما يعني الوقت اللي كتكون عندنا مباراة فدائما كنشوفوا الإيجابيات اللي درنا في المباراة الفارطة وكذلك في الخصم اللي غادي نواجهه، فدائما كنحاولوا نستافدوا وناخذوا الايجابيات والسلبيات ديال فريق الخصم وكذلك الايجابيات اللي قمنا بها في المباريات، وكنحاولوا نديروا واحد لو ريجيمي اللي تيكون ايجابي وكنتعرفوا على الاشياء اللي درناها مزيانه والاخطاء اللي درنا وكنستافدوا من داك الفيزيوناج اللي كنديروا يعني بعد كل مباراه، وتيكون عليه واحد انعكاس كبير علينا في المباريات لأن كيخلينا أننا نستافدو من الأخطاء اللي درنا وكذلك الاستفادة من الحوايج المزيانة اللي كنا درنا، وبالتالي كيخلينا أننا نركزو ونقدمو المباريات القادمة بأريحية كبيرة. يعني حاجة فعلا يمكن نضيفها هي بحال دابا بحال حنايا فاش تنديروا بحال اللي قال مروان قبل المباراه هاد الشيء تنشوفوا راسنا تنشوفوا الفريق حتى هو اللي تنلعبوا ضده باش نعرفوا شنو هو الايجابيات السلبيه ديالو شنو هو الخطه ديالو شنو هما اللاعبين اللي عنده قوين شنو باش كاع الخطه ديالك تتنمو على الفريق اللي غادي تلعب هذاك الاسبوع. دونك الا جيتي تشوفها على حسب التلاميذ والدومين ديالهم سي لا ميم شوز، الا بغى يطور واحد لو بروجي ديالو خاصو يعرف شكون ضد شكون غادي يكون في هذاك الميدان، شكون اللي معاه، شكون اللي تيساعدو، شكون اللي يمكن له عنده شي بروجي اللي تيتشابه مع ديالو. دونك كاين واحد الخدمه اللي خاصهم يديروها باش لو بروجي ديالهم يكون ناجح في لو دومين اللي في اي دومين اللي بغيتي تاخذ. كاين واحد دونك الكتاب ولا النصائح غيكونوا على حسب هذاك لو دومين. دونك باغ اكزومبل ياخذوا شي كاين دي كودور ولا دي انفلونسور في لو دومين ديجيتال دونك اللي يستافد منه. كاين كتاب بزاف ديال الكتب على الماركتينغ ديجيتال وهي على حسب لو بروجي ديالو غادي يمشي يقصد واحد لو سوجي بارتيكولي. يعني قريتوا شي حاجة على حسب التخصص ديالكم اكزاكتوم على حسب التخصص ديالك باش تستافد باش تستافد اكثر على شنو بغيتي تحقق. يمكن تقرا بزاف ديال الحوايج
ولكن الا ما جبتيهاش على داك الشيء اللي بغيتي تحقق غتكون اما يمكن يكون تاخذ اكثر الوقت ولا النتيجه ما تكونش نفسها اما لا 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 مشيتي ولخصتي ومشيتي لواحد مقتصد لواحد الميدان مخصص. يعني خاصهم يكبروا راسكم في هاد تراك غادي يندابا. غير بغيت نقول هما كيقراو بزاف ديال الهواج ديال entrepreneurship و web development و كان دان ممكن في الاخر ديال التكوين غادي يجلسوا على راسهم و يقولوا اش من طريقة بالضبط بغيت نختار بيناتهم. حيت داكشي ديال التكنولوجيا و web development كيكون كبيرة بزاف. يعني كاين بزاف ديال الهواج تقدر تختار بيناتهم و ما عرفش الا وكيلا لقيتو شي الوقت بحال هكا كنتو خاصكم يعني اختاروا اش من تحت غادي فيها ولكن واش لقيتو شي الوقت بحال هكا وكيلا؟ وكنظن يعني من ممكن انه من خلال التجارب اللي الناس اللي في هذا الميدان فاكيد انه يشوف الناس اللي نجحوا في هذا الميدان وشنو الاشياء اللي قاموا بها ويستفسروا على هذه الامور هذه كامله واكيد انه غادي لان ملي كتكون الاصرار والعزيمه فاكيد ان الواحد ينجح الا انه لازم انه يختار يعني الطريق المناسب ويشوف الناس اللي دازوا من هذه التجارب هذه والطريقه اللي قاموا بها من اجل النجاح في هذا الميدان واكيد ان الواحد ملي كيرسم واحد الهدف وكيجتهد فاكيد انهم غادي يوصل. ما عرفش الا بغيتو تقولو كتار على حسب كور هيت كان هسك هدرنا شوية على حسب يعني دوزنا واحد شخص اخر ولكن واكلا هذي الوقت باش نسولو تلاميد الا انتم شي اسئلة بغاو يسولو فيكم. اها عندكم للميكرو تلاميذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا لكم على هذا الاجتماع وشرف لينا أن نحضروا معكم. صراحة أنا ما عنديش شي سؤال، السؤال اللي كنت بغي نسألكم طرحته فاي كنشكرها وشكرا على الجواب اللي عطيتونا كان جد مناسب. شكرا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم بزاف على المعلومات اللي قدمتوا لينا وصراحة بالله استفدنا معكم بزاف. بغيت غير نسولك سؤال واحد، في حالة ما كنتي ما كملتيش بحال دابا ما مشيتيش في طريق ديال كرة القدم، شنو كنتي غادي تخدم كما كنتيش لاعب كرة القدم؟ فيعني الوقت اللي كنت نجحت في الإعدادي وكانت يعني الوقت اللي كنت بديت أول سنة في الليسي فكان صعب انني كان عمي الله يرحمه كان بغاني نكمل الدراسه وانا كنت مصر على انني نلعب الكره فيعني قلت لي يعني بعد 3 سنوات غادي نتمكن باش نلعب في الفريق الاول فهو كان كيقول يعني بعد 3 سنوات ان نشد الباك وكان باغي يساعدني انني باش نمشي نقرا في برا ونكون فارماسيان لكن يعني انا كنت مصر على انني نلعب الكره فيعني قررت لعب الكرة يعني خديت التحدي والحمد لله توفقت. فالمهم هو أن الواحد الحاجة يدير الحاجة اللي كيبغي لأن الحاجة اللي كيبغي ملي كديرها كتكون كديرها بواحد الأريحية وكتكون أنك مجتهد باش تديرها والحمد لله يعني توفقت. يعني الإصرار والعزيمة اللي كانت من لكم التوفيق فيعني في المجال اللي انتم فيه كانت من إن شاء الله أنكم تجتهدوا وأكيد إلا جتهدتوا وحبيتوا العمل اللي كتقوموا به فإن شاء الله غادي توصلوا وغادي تحققوا المبتغى اللي كتخدموا عليه. مروان أنا غادي نشالنجيك واحد شوية. شكرا.
مرحبا. شنو كيفاش تشوف راسك من بعد ان شاء الله لا كارير ديالك ديال الكره؟ والحمد لله انا عندي لو ديبلوم اليوفا بي اللي كنت جبته معايا من سكوتلندا، فالان ان شاء الله كنتمنى التوفيق اللي توفقت كلاعب نتوفق كمدرب بالفعل. فان شاء الله كنت جلست مع فريق الرجاء ومع الرئيس وكنت دفعت لهم لو ديبلوم ولو سي في، والان كنتظر الجواب ديالهم. وكذلك كنت درت 6 شهور كنت درت ستاج ديال 6 شهور في اكاديميه محمد السادس، فالحمد لله الان لدي من التجربه ما يكفي ان شاء الله باش نكون مدرب. كنتمنى ان شاء الله نتوفق ونساعد اللاعبين الصاعدين. سوبر. وانت زينب؟ انا دابا انا شويه الفرق مع مروان هي انا ما ك على لو في اللي حنايا فاش مع البنات تنلعبوا شويه تنشغلوا في النهار لا بريبار دو طون، وفي الليل عاد تنتمرنوا ولا في الصباح بكري انا في الصباح قبل ما تمشيو للخدمه وفي الليل. دونك انا ان فيت مالوغوزمون ولا اوغوزمون ما عرفتش كيفاش نديرها ديما. ان فيت انا كنت بقيت في اطار ديال الشغل واخا كنت نلعب بروفيسيونيلمون. دونك ان فيت انا درت قريت الاقتصاد وقريت الاقتصاد واشتغلت مع واحد الشركه امريكيه هادي دابا 9 سنين دابا وانا مع نفس الشركه. دونك فين ما لافونتاج اللي لقيت مع الشركه هي هاد الشركه هي كانت تساعد لي زاتليت. اذا فاش تكون عندك موهبه ولا عندك دي زوبليغاسيون من اطار الرياضه تيخليوك تشارك في لي كومبيتيسيون في بزاف ديال الحوايج، عندك واحد الوقت شويه مخفف. ولكن ديك الشيء الوقت اللي بعد مرات خاصك تخفو تاخذو في نهار اخر ولا في بلاصه اخرى فاش يكون عندك شويه اكثر ديال الوقت. دونك هادشي اللي ساعدني. وانا بلو بحال هكا بلو تنمشي في لا فان دو كارير بلو تنفكر بحال مروان نكون في التدريب او في لي زورغانيزاسيون ديال الفوتبول بحال فيفا او اورغانيزاسيون ديال لي تورنوا ديال الكره. لان كانت عندي واحد التجربه فاش كنت تلميذه مازال كنت مشيت لجنوب افريقيا وكان فريمون عجبني الحال كيفاش تيطوروا لي تورنوا وكيفاش كاع لا بغيتي تشوف داكشي اللي تيوقع انت باش ما تشوف داكشي فاش تكون كلاعب ما تيبانلكش بزاف ديال الحوايج اللي تيكون في لورغانيزاسيون ولي تورنوا اللي تتبدا تشوفهم فاش تساعد. وكان واحد التجربه اللي عجبتني بزاف. مي هادشي كلشي علاش سولت مروان قبيله هي باش نوريو للتلاميذ بان فاش تكون عندك موهبه تتكون في الرياضه ولا موهبه ديال الفن او ماشي لابد بحال دابا مروان هو لاعب ولكن من بعد غادي يبقى في هذا لو دومين. اذا كاين بزاف ديال الحوايج اللي يمكن لك دير على الكره ماشي لابد تكون غير لاعب ومن بعد فاش تسالي زعما تخرج من هذا الميدان وخاصك تفكر. ومزيان يكون عندك هاد الثقافه بان كاين بزاف ديال الحوايج اللي يمكن لك دير فاش تكون عندك موهبه كساسوا الا ما نجحتيش كلاعب وبغيتي تكون في الكوره يمكن لك دير تكون تساعد لي كلوب تساعد لي زورغانيزاسيون تساعد في لي تورنوا. دونك خاصك تشوف بان كاين بزاف ديال الطرق باش تحقق هذيك الموهبه ديالك. وفاش يكون عندك حنا كلاعبين ونادي واحد السنوات لينا لا كارير ديالك تتكون مهمه كلاعب ولكن فاش تكبر مع السن تتبغي ما انا ومروان بحال اللي قال ما بغيناش نكونوا بعاد على ميدان الكره والمواهب ديالنا. دونك اللي مهم هي تتلقى اوسي حل كيفاش تبقى تكون في هذيك الموهبه ديالك. يعني خاصك تفكر في الوقت قصير والوقت بعيد شويه. اكزاكتومون تتفكر ديما عندك هي فاش تبدا في الاول ما تتفكرش بزاف في الوقت
طويل بدات تقول اوكي لا درت هاد لا فورماسيون بحال قال مروان دار لا فورماسيون في سكوتلانديا باش يكون باش يكون مدرب. دونك كاين شي حوايج لي واخا ما تتفكرش بزاف على لونتيرم تتقول اوكي هادي غنستافد فيها دونك خاصها تكون عندي هذا هو الوقت باش تكون عندي ولا نزيد هاد التكوين ولا نزيد هادي باش من بعد ماشي تتحبس تقول اوكي دابا عاد غنفكر شنو غندير. تيكون عندك واحد لي زوتي باش تتعاون راسك باش تتبقى غادي القدام في الموهبه او في الدومين ديالك وتتعاون ما تيكونش عندك واحد الوقت وتتوقف وتتبدا عاد تتفكر. وهادشي مهم بزاف تام على لي مونتور لان بحال اللي قلت غتشوف الباركور ديالو ويمكن لك تستافد من شنو هو دار شنو هو حقق وكيفاش كان تيشوف راسو فاش كان في بلاستيك وكيفاش هو دابا شنو تيدير وكيفاش تيشتغل في الدومين ديالك. عندك صح ومهم بزاف على داكشي ديال الويب ديفلوبمنت كتبدا في جونيور ليفل مثلا ومن بعد خاصك تبقى تكبر سكيلز ديالك ولا ما غاديش توصل في شي بروموسيون بحال هكاك. يعني إلا ديما كتبقى في نفس المستوى يعني ما كتكبرش ما تخصص ديالك. في الاول فاش تبدا خاصك بحال مروان بحال فاش نبداو مع فريق خاصك شويه تبدا تتبين شنو بلاستيك في الفريق وهذا وتتعطي مجهود. سي لا ميم شوز فاش تبدا في اي دومين خاص تعطي مجهود باش يثقوا فيك باش بلاستيك بزاف ديال الحوايج في اي ميدان نفس الشيء خاص تكون هزيمه خاص تخدم وخاصك تكون عندك واحد لونتوراج اللي تيساعدك تحقق هذيك الهزيمه وواحد لاتموسفير اللي تيكون ايجابي بوزيتيف لان ما كاين شي واحد اللي تيقول لك جيت وصافي وصلت وصافي لا فاش توصل عاد تبدا الخدمه ياك مروان. وبالفعل خصك تحافظ على داك المستوى يعني الواحد ملي تيوصل فاكيد انه خصو يحافظ على داك المستوى ويحافظ على داك الاسم اللي سنوات هو كيشتغل على داك الاسم وعلى داك المستوى الكبير اللي قدم. فاكيد دائما الواحد ملي كيوصل لواحد الهدف اكيد انه تيكون هدف اخر فدائما الاجتهاد كيبقى متواصل لانك باش في الحياه دائما انك العديد من الاهداف الوقت اللي كتحقق هدف فتيكون فخر بالنسبه لك انك حققتي المبتغى. لهذا كيكون واجب عليك انك تحافظ على المستوى وتزيد تشتغل باش تحقق اهداف اخرى لان الحياه دائما يعني الواحد ماشي ملي كيوصل لواحد الهدف صافي كيتوقف لا بالعكس فكيخليه انه كيعطيه واحد حوافز كبيره باش انه يجتهد ويكون دائما الافضل. اللي كنتمنى ان شاء الله من التلاميذ انهم يشتغلوا ويجتهدوا والوقت اللي يكونوا في ديورهم انهم يزيدوا يجتهدوا لان ان شاء الله الا بغاو يكونوا في القمه يعني راه ماشي بسهل انك تكون في القمه لازم واحد العمل كبير واحد الاجتهاد. وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله ان شاء الله. واش كاين شي اسئله من تلاميذ اخرين بغيت نسمع من افكار ديالهم؟ بغيت نسول مروان مده طويله هو كيلعب كره بغيت نعرف شنو هي المباراه المفضله ديالو اللي لعبها. وكاين عده مباريات الحمد لله سواء اول ديربي اللي كنت خديت رفقه فريق الرجاء وكنا عرفتها غتكون ديربي عرفتها غتكون شي ديربي وانتصرنا في ذاك الديربي ب3-0 فكما تعرف الجميع فاول ديربي وكنت في سن مبكره يعني سلاح ذو حدين بالنسبه للاعب لكن الحمد لله يعني تمكنت انني نقدم مباراه كبيره وانتصرنا 3-0 ومنذ انذاك كانت الانطلاقه الحقيقيه ديال مروان زمامة والى جانب المباريات النهائيه اللي كنت خديت رفقه فريق الرجاء وكذلك الكاس اللي كنا ربحنا رفقه فريق هيبرنيان
اللي كان غاب على خزينة الفريق لعدة سنوات، والحمد لله تمكننا أننا نفوز بكأس اسكتلندا. في هذه المباريات يعني اللي بقات في الدين ديالي لمن نسيتهاش، وتنشكر الجميع. مزيان، شكرا. مرحبا. وكان نسأليو مع واحد سؤال آخر. حاجة لي بقى يعني عمر تي راسهم ما عرفش إلا كاين شي نسعى إيه لخر بغيتو تتعلي تلاميذ قبل ما نساليو اجتماع هيت وكيلة دوزنا على الوقت ديالكم. النصيحة أنا اللي جوبونس خاصني اللي مهمة هي كل واحد خاص يكون عنده الموهبة ديالو، الهدف ديالو، الحلم ديالو، خود كيما بغيتي. وهذاك الموهبة ولا هذاك الحلم ولا هذاك الهدف خاصك غير تشتغل، تعطيك كل شيء كل شيء باش توصل لهذاك الهدف ديالك. توكل على الله وزعما تبقى الا اشتغلتي الا درتي بزاف ديال فريمون ديال لي زيفور باش توصل لهداك الهدف ديالك. وبحال اللي قال مروان تكون عندك واحد التركيز على الهدف ديالك وانت غادي وانت تتعلم وتتزيد تتجيد شي حوايج تتلاقى مع الناس تستفد من الناس ومن هادشي اللي يمكن تستافد منه باش تحقق هذاك الهدف. ما يبانليش شي نتيجه من غير ان شاء الله زعما تنجحوا في هذا الهدف ديالكم. زعما خاص غير التزام وتكون ملتزم وتكون باغي تحقق الهدف ديالك، يكون عندك قيمة إيجابية في هذا الهدف، وإن شاء الله ما يكون غير خير للجميع. شكرا. مزيان. ومروان شي حاجة الأخر بغيتي تتكلمي؟ بالفعل يعني النصيحة اللي ممكن نقدمها أنا للتلاميذ، كنتمنى أن كل تلميذ أنه الميدان اللي كيبغيه أنه يجتهد فيه. يعني دائما الحاجة اللي كتكون كتبغيها فأكيد أنك كتكون كديرها بواحد الحب وكتجتهد فيها أكثر، بغض النظر على شي حاجة إلا ما كنتيش كتبغيها، يعني واخا كتكون كديرها ما كتكونش مركز فيها 100%. فالوقت اللي كتكون كتبغي واحد الميدان وكتجتهد فيه فأكيد أنك غادي تنجح. يعني ما كاينش شي أسرار ديال النجاح، اللي فالاجتهاد هو الطريقة الأمثل للتلاميذ باش ينجحوا، والاجتهاد. واللي كنوصيهم انهم يصبروا وما يملوش، لان الوقت اللي كتكون كتشتغل فاكيد انه كتكون بعض العراقيل، كتكون بعض واحد الصعوبات، الواحد ما يملش ويجتهد ويصبر، وان شاء الله غادي توصلوا. وكنتمنى لكم التوفيق. هادي مهم اللي قلتي مروان، راه ماشي غادي غادي تبقى غادي. النجاح هو لا فيناليتي، ولكن غتلقى صعوبات، والمهم هو تبقى غادي ويبقى عندك هذاك الهدف، وتعاود تنوض تعاود توقف وتعاود تجتهد حتى توصل بالفعل للهدف ديالك. ان شاء الله، وتنتمنى لك التوفيق. شكرا. شكرا لكم. شكرا. شكرا بزاف. شكرا بزاف. شكرا تلاميذ، الله يعاونكم. يا السلام عليكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. توفيق. سلامة ان شاء الله. سلام. باي فيه.